للسيدات فقط. الأبراج تكشف لك سبب غيرة الآخرين منك، استناداً إلى السمات التي تتميز بها شخصيتك وشخصية الآخرين. يمكن للأبراج أن تكشف لك عن الأمور التي تملكينها وتدفع الآخرين للغيرة منك، فلنكتشفها معاً. برج الحمل، من 21 مارس آذار إلى 19 من إبريل نيسان. الآخرون يغارون من نمط حياتك، فأنت تحبين المغامرة، وحياتك مليئة بالنشاط والأمور الممتعة، خصوصاً وأنك تعشقين تجربة كل ما هو جديد. تملكين طاقة يتمنون لو يملكونها، كما أنهم يحسدونك على السحر الذي تتمتعين به حين تتواجدين بين الحشود. برج الثور، من 20 إبريل نيسان إلى 20 مايو آيار. لا تكترثين لما يفكر به الآخرون، غالبية البشر تدعي بأنها كذلك، لكنها في الواقع تتأثر كثيراً بآراء محيطها وتسير وفق قواعدهم وقوانينهم. أما أنت فتعيشين وفق تلك القاعدة، فتحصلين على ما تريدين وقت ما تريدين، ولا تنتظرين موافقة المحيط على ذلك، وهذا ما يجعل الآخرين يغارون منك. برج الجوزاء، من 21 مايو آيار إلى 21 يونيو حزيران. تملكين سحراً خاصاً بك، فأنت مبدعة ومتميزة، لا تشبهين أحد، وتملكين قدرة غريبة على نشر أفكارك أينما تحلين. قدرتك على تحويل أفكارك إلى واقع يعود عليك بالفائدة والسعادة وتجعلهم يغارون. برج السرطان، من 22 يونيو حزيران إلى 22 يوليو تموز. تملكين قلباً يمكنه أن يحب الجميع، لكنك تمنحين الشريك حباً غير مشروط، وقدرتك هذه تجعلهم يغارون، وبالأخص محيطك. برج الأسد، من 23 يوليو تموز إلى 22 أغسطس آب. واثقة من نفسك وناجحة، وتتمتعين بغرور يحسدك عليه محيطك. لا تخجلين من طلب المديح أو الإطراء، وتقومين بذلك ببراعة مخيفة، وهذه الموهبة تتمنى غالبية النساء لو تملكها. لا تسمحين لأحد بمعاملتك بطريقة مهينة أو سيئة، فأنت الملكة، وعدد كبير من النساء يعشقن لعب دور الملكة رغم أنهن لا يعرفن كيفية القيام بذلك. برج العذراء، من 23 أغسطس آب إلى 22 سبتمبر أيلول. حلالة المشاكل، توصيف ينطبق عليك تماماً. لا يوجد مشكلة لا يمكنك حلها، أو الأقل إيجاد الحلول الوسط، لذلك تجدين الجميع يريدون أن تكوني في صفهم. رغبة الجميع في مصادقتك تجعلك موضع غيرة الآخرين. برج الميزان، من 23 سبتمبر أيلول إلى 22 أكتوبر تشرين الأول. لا تملكين مجموعة كبيرة جداً من الأصدقاء فحسب، بل أنت صديقة مخلصة ورائعة، اجتماعية وساحرة، وتجعلين كل فرد يشعر كما لو كان أهم شخص بالنسبة إليك، وهذه الصفات تثير غيرتهم. برج العقرب، من 23 أكتوبر تشرين الأول إلى 21 نوفمبر تشرين الثاني. مصممة وشغوفة، والغالبية تتمنى لو تملك هذه الصفات. حين تكترثين لأمر ما فأنت تمنحينه كل تركيزك واهتمامك، وتتعاملين مع الأمر كما لو كان مهمة عليك إنجازها على أكمل وجه. برج القوس، من 22 نوفمبر تشرين الثاني إلى 21 ديسمبر. تملكين حساً عالياً من الفكاهة، وتنشرين الفرح أينما تحلين. الظرافة وحس الفكاهة موهبة، ولأنك تقومين بها بكل عفوية فهي موهبة نادرة، وهذا ما يجعل الجميع يغارون ويتمنون لو يملكون ما تملكين. برج الجدي،
من 22 ديسمبر كانون الأول إلى 19 يناير كانون الثاني، قوية وتملكين إرادة من حديد، وقدرتك على تقبل وصفك بالباردة والتعامل مع الأمر كما لو كان لا يعنيك بشيء يجعل محيطك يغار. قد تبدو هذه الفكرة للوهلة الأولى وكأنها سلبية، لكنها ليست كذلك على الإطلاق. فحين تخلدين للنوم ليلاً تدركين تماماً بأنك حصلت على كل ما تريدين، لأنك تملكين القوة للمطالبة ولا تنتظرين أن يمنحك إياها أحد. برج الدلو من 20 يناير كانون الثاني إلى 18 فبراير شباط. قلبك يتسع للجميع، وقدرتك على الحب تمتد لتطال حتى الأشخاص خارج دائرتك الخاصة. خدومة جداً وتكترثين أحياناً أكثر مما ينبغي بالآخرين، سواء كانوا من معارفك أم لا يكونوا. الصفات هذه تجعلك تملكين سحراً متفرداً، وهذا السحر يتمنى الجميع لو يملكونه. برج الحوت من 19 فبراير شباط إلى 20 مارس آذار. تملكين قدرة مرعبة على الإبداع، فنانة حتى ولو لم تدركي ذلك حتى الآن، رومانسية وقلبك كقلب طفل. تعيشين حياتك بهدوء وتجعلين الآخرين يغارون ويرتبكون لأنهم لا يملكون القدرة على فهم آلية عمل دماغك المبدعة.